معنا مشاهدينا الكرام من العاصمة الأردنية عمان دكتورة هداب فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مرحبا بك دكتورة هداب. إذا النائب صباح الساعدي في تحالف سائرون قال إن حجم موازنات العراق في 15 سنة الماضية بلغ أكثر من 1500 تريليون دينار، يعني في ضوء هذا الانحطاط الشامل لكل الخدمات لما لم يخصص جزء من هذا المبلغ الكبير لمعالجة هذا الانحطاط ولو جزئيا؟ نعم، مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر ما ذكرتموه في تقريركم ما بين 1500 تريليون دينار ضائعة منذ 2003 إلى حد يومنا هذا، وما بين 350 مليار دولار تهريب العملة، وبالإضافة إلى العدد ما هو موجود تحت خط الفقر يقدر ب 8 مليون يعني من السكان. فبالنتيجة كل هذه الأرقام كلها تقودنا إلى أننا في هذه الفترة لم نستطع أن نحتكم إلى سياسات اقتصادية صحيحة، وبالتالي لم نستطع أيضا أن نضع الاقتصاد بشكل أن يكون أكثر فاعلية وبالتالي يستفاد منه المواطنين بشكل صحيح. هذا كله أعطانا نتيجة إلى أن هنالك إحصائيات خاصة بهذا المجال في عام 2019 صدرت أعطت الاستقرار الاقتصادي في العراق 0 عدد صحيح و2 بالعشرة بناء على كل هذه المعطيات التي أشرتم إليها في تقريركم. وبالتالي أيضا أكيد إحنا سنعاني يعني من عندما لا يوجد استقرار اقتصادي وتصل نسبته إلى 0 عدد صحيح 2 بالعشرة بالمية، يعني معناها هذا أيضا أنه لا توجد فرص عمل، لا يوجد هنالك خلق لفرص العمل، وهذا أيضا قد يبدو واضحا من خلال ما هو موجود. نسبة ما يمكن خلقه من أعمال حرة هو 0 عدد صحيح 1 بالعشرة. القوى الماهرة الموجودة في العراق 0 عدد صحيح 3 بالعشرة. بين كل هذه الأرقام بالتأكيد نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا، سواء كانت في البطالة وبالتالي سوف يزداد لدينا الفقر، وأيضا كما ذكرتموه أنه عدد الناس التي أو عدد النسبة التي يوضع عدد المجموع الذي يوضع تحت خط الفقر لدينا أيضا حالتين يتحد تحت دولار والحالة الثانية تحت 5 دولار. بالنتيجة بين هاتين النسبتين وضعوا معدل 22% إلى 23% لدينا أناس تحت خط الفقر، وهذه النسبة تعتبر عالية جدا وخاصة في وضع العراق اقتصاد كبير وإيرادات كثيرة، ولكن مع هذا نعاني من هذه المشكلات. نعم، إذا في ضوء هذه النسب البطالة العالية في العراق، لجنة النزاهة النيابية أكدت أن العمالة الأجنبية تغزو سوق العمل في العراق، لماذا لا يعتمد على هذه الطاقات المعطلة من العمالة العراقية؟ نعم، يعني هي هاي مشاكلها كثيرة. أولا هنالك أخطاء ومشاكل في الأطر القانونية للاتفاقيات المبرمة ما بيننا. هنالك الآن من يشير من المسؤولين بأنه يوجد نسبة محددة هي أكثر من 50% أنه يجب أن يشارك العراقيون في السوق في العمل بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا الشيء غير معمول به. يعني كل الشركات الموجودة في العراق تأتي بعمالها من الخارج، وبالتالي حتى ما هو موجود احنا قلنا لانه انا ذكرت بالنسبه الايدي الماهره لدينا قليله، هؤلاء المستثمرون الذين ياتون الى الاسواق في العراق للاستثمار تتطلب مهنهم الى ان يكون هنالك مهاره عاليه، وبالتالي انخفاض هذه النسبه يتطلب من الدوله ان تضع في بالها ان تضع برامج تدريب وترى برامج تأهيل لهؤلاء حتى يستطيعوا ان يدخلوا الى سوق العمل. طيب دكتوره، ايضا بالنسبه للنخب العلميه اللجنه الماليه البرلمانيه كشفت عن ان نسبه البطاله في صفوف الخريجين الجامعيين وحمل الشهادات العليا هي اكثر من 22% من هذه الشريحه، يعني ما التداعيات تجميد هذه الشريحه المتعلمه والمثقفه على الواقع الاقتصادي العراقي؟
نعم، لطالما ذكرنا انه يعني لا يوجد استقرار اقتصادي ونسبته هو صفر عدد صحيح 2 بالعشرة، اذا اكيد انت في هذه الاحوال سوف لن تستطيع ان تخلق فرص جديده، فرص عمل جديده عند كل موازنه، وعند كل موازنه نلاحظ انه هنالك يطالب هنالك بعض اللجان تطالب بانه يكون تخصيص لعدد من الوظائف قد تكون 45 ألف وظيفة في مجال الصحة، ولكن لا يتم تطبيق سوى مثلا 5000 وظيفة في ذلك المجال. إذا هي الدولة أساسا هي مبنية على أسس غير صحيحة، وبالتالي في تشريعاتها البنى التي هي تعتمد عليها هي بنى غير صحيحة، فبالتأكيد هؤلاء الخريجون سوف لا تستطيع أن تعمل على انتصاف كل العدد الموجود من الخريجين. نعم. وهكذا سيكون كل سنة بعد سنة ازدياد في عدد البطالة، وخاصة من الخريجين في مختلف التخصصات، لأنه أساسا هذا النظام التعليم الذي خرج هالأعداد الكبيرة لا يستطيع السوق استيعابهم بسبب سوء القوانين وسوء التشريعات. نعم. من قبل الدولة. إذا احنا هنا تدقى في مشكلة إلى أن تحل هذه التشريعات والقوانين حتى نستطيع أن نستوعب الخريجون. نعم. من عمان دكتورة هدى فالح الكويسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.